أيها الممثلون والممثلات، ماذا قدمتم للناس؟ ما هي الرسالة التي أردتم توصيلها للجمهور؟ هل غرستم الفضيلة في نفوس الشباب؟ هل ساعدتم في تنمية المجتمع ودفع عجلة التقدم؟ هل أنتم القدوة الصالحة لأبنائنا وبناتنا؟ ما ذنب الأب الفاضل الذي يشقى ويكدح ويغترب طول عمره من أجل أطفاله، ثم أنتم تفسدونهم بفيلم أو مسلسل؟ ما ذنب أم فاضلة تحاول غرس الفضيلة في نفوس أبنائها وأنتم تجرونهم للهاوية؟ كيف نربي أبناءنا وقد أصبح التلفاز حصريا على وجوهكم بمشاركة من أصحاب الأموال الذين يستثمرون فيكم للقضاء على جيل وجيل؟ زرعتم البلطجة بأنواعها والتحلل بأشكاله، دعوتم الفتيات إلى السفور ونزع الحياء، دعوتم النساء للمشاركة في خراب بيوتهن بدعوى الحرية والمساواة، حتى أصبحنا نشعر بالعار منكم في الداخل والخارج. صدرتم للعالم الصورة القبيحة عن شعب يعلم العالم المروءة والأخلاق، وتقولون إننا ننقل الواقع. أي واقع تنقلون؟ ألسنا نعيش معكم في هذا الوطن وما رأينا هذه القاذورات إلا على أيديكم؟ ولو كان الأمر بيدي لحاكمتكم بالخيانة العظمى لبلدكم ومجتمعكم. تذهبون بين الحين والآخر إلى مكة للحج والعمرة، فيهنئكم الناس ويستبشرون خيرا ويقول قائلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يقدمون شيئا هادفا، فإذا أنتم تصدمونهم بكل معاني الابتذال.